عادي عادي عادي، بكرة ليا ياللي صرتي تعبان. يا اللي سيرتي تعبان، مش يا اللي سيرتي تتعبك. قلبك اسود هناك، اسمي سمع غصب عنك. قلبك اسود هناك؟ ايه يا ابن قلبك اسود بلاك مش هناك. يسأل هنا وهناك، انا في الرجولة مشهور والسناتي مخرون. والسنة دي مخروم؟ ما يا اسطى بص من الاخر يعني عشان ما تتعبنيش معاك، ما يا تتعلق زي الناس يا ما تتعلقش. زهقنا وتكسحنا، يقول لك تعيش في امريكا تكسب الدنيا، تعيش في مكة تكسب الاخرة، تعيش في مصر لا تكسب دنيا ولا اخرة، ده احنا كحيانين قوي. الفيديو ده بيمثلني حرفيا، الفيديو ده بيمثلني يا ابني. انزل اعمل لايك وشير يا ابني. بتعلق زي العاوي. ايه ده؟ ثانية بس، عو انت فاكر نفسك مصاص دماء؟ ايه اللي انت حاطه على بقك ده؟ يعني لو هنقول فلتر، يعني سيبك من الناس اللي بتقول روج والكلام ده، لو هنقول فلتر فالفلتر ده مش ليك، فلتر ده للبنات. وبقول لك هقاوي وانت لعخرك خاط. وانت شفت الفيديو وانت بتنزله؟ قبل ما تنزله طيب شفته؟ خدت بالك من اللي انت حاطه على وشك او من الفلتر ده؟ ايه ده؟ باولو او بالو او مش عارف اسمه ايه كده، اسمه غريب. المهم ايه الحلاوه اللي انت بقيت فيها دي؟ وتيشيرت نص كم وقاعده حلوه الصراحه، يعني جبتها منين دي؟ عاملها هو انت بتعمل عمل للبنات؟ يعني انت فاهمها ان انت ساري عربي؟ طيب عايزين نعرف. بتضحك كمان، يعني مش طالع غصب عنها. طب هو مديكي كام عشان تصور الفيديو ده؟ قال لك ان هو قريب محمد صلاح مثلا. محمد فين؟ قاعد ساكت. تعبان يا نور. وانت تعبان؟ تعبان يا نور، ريحي يا نور. الدنيا كلها ايه محمد ناظم في التشاؤم؟ تعبان من الدنيا كلها ونور جنبك؟ طب ده كلام، ده كلام يا بلو، انت لسه في بدايتها يعني. تعبان والله جدا انا. ايوه ايه اللي تعبك يعني؟ ايه اللي في الحياه يستاهل الواحد كل الوقت يبقى تعبان ومتضايق عشان مش عارف احكي لك واقول لك ايه اللي في قلبانه؟ هو سؤال بس معلش، هو هما الاثنين مرتبطين؟ ما هو لو مرتبطين يبقى على الدنيا السلام، ده علامه من علامات الساعه. استغفر الله العظيم يا رب. الفيديو اللي بعده. وحنن قلب المجتمع ده. ارحم عينيك ملي. ايوه. ايه حضرتك اللي ايه ده؟ انت بتعمل اعلان لمعجون اسنان؟ في ايه؟ دي سمايل هوليود دي؟ ده ماسك مصاصه كمان. انت تعرف العيال الصغيره لما بيلاقوا عيل ماسك مصاصه بيقولوا له ايه؟ بالظبط كده. ونيجي بقى للجزء المهم، وهو عبد الله التركي وشهاب الدين ونيره اللي هي السبب في الليله دي كلها. التيك توك مقلوب دلوقتي على خناقه شهاب وعبد الله التركي، وده بسبب ان شهاب ساب نيره، وده على حسب كلامه في اخر ستوري هو منزله. بيقول في الستوري دي اللي كان مسكتنا عليك خلاص، ودلوقتي فضيلك اطلع وريني نفسك، تعالى بقيت سنجل وبدور على عروسه، وده معناته ان هو ساب نيره. وكمان نزل الستوري ده كان بيلقح فيها على عبد الله التركي. بص بقى مديحه يا كلينكس، انت والفانز بتوعك ارجعوا بقى كده وبظهركم واحده واحده وانتوا نازلين. صلى على النبي. اول حاجه انا بس عايز اكلم الفانز بتوعك بس الاول قبل ما ابدا الكلام معاك، انا نفسي افهم انتوا بتحبوه على ايه؟ انتوا بتحبوه على ايه؟ بتشجعوه على ايه؟ بتشجعوه على ايه اصلا؟ ده هالهوله، ده هالفوت، قسما بالله هالفوتكم الشغل الفيديوهات والاكشن، ده هالفوت، ده هالفوت، ده يعر المنطقه اللي هو منها. ماشي بعيدا عن دي، تعالى بقى انا بقى فاضيت لك، قسما بالله انت شغلتي في الطلع وفي النازل ماليش غيرك يا مديحه يا كلينكس. تعالي بقى، انت عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه تحكي؟ تعالي حكي شويه هنا، حكي شويه هنا، حكي شويه هنا، حكي شويه هنا، لحد ما مليت البيت حك، مليت التيك توك حك. يخرب بيتك، ده انت مره بشنب. دخلت الجيش ازاي؟ فهمني انت، فهمني انت دخلت الجيش ازاي؟ انت دخلت الجيش ازاي وعرفت ازاي يعني ايه رجوله امتى؟ اولا الرجوله ملهاش علاقه بالجيش، تمام؟ ثانيا انت عندك 18 سنه يعني ما دخلتش الجيش، يعني ده معناته ان انت ما اكتملتش الرجوله.
ما تجيبش الكلام لنفسك. انت امتى انت اصلا هتكرف على الرجوله؟ امتى هتكرف على سن الرجوله؟ انت قربت تعجز، قربت تعجز خلاص، بقيت مسن. امتى هتكرف على الرجوله؟ انا مش فاهم، نفسي افهم انت امتى هتكرف على الرجوله. يا ابني يا حبيبي يا بابا اكبر واعقل يا راجل يا مرب شنب ينعل ابو شكلك. الناس اللي هتكتب في الكومنتات تحت شهاب خط اخضر او شهاب خط احمر او شهاب خط اتصالات والكلام ده، هرزحكوا حته بلوك يخليكوا تفنشوا، لان انا شايف الموضوع ده كان في طفلين بيتخانقوا على لعبه مثلا هم عايزين يلعبوا بيها، واللعبه دي اللي هي نيره. بس على الجانب التاني الصراحه التركي ما اتكلمش في الموضوع ده ولا علق على اي ستوري شهاب كان نزلها بيلقح عليه فيها وكده، هو اكتفى ان هو ينزل الستوري دي بس. بس انا شايف ان شهاب عقله اصغر بكتير، وده بسبب طبعا فرق السن، ان عبدالله التركي معدي 25 تقريبا والتاني لسه 18 سنة، يعني المفروض تقول له يا انكل. صراحة انا مش فاضي انا للخناقات ديت، انا عندي مشوار مهم يعني، فانا هكتفي برأيي في الموضوع ان شهاب طفل صغير وعامل زي اللي بيتخانق على لعبه، وعبدالله تركي الحقيقه خلاص بعد ما ارتبط بالبنت اللي هو ارتبط بها الاخيره ديت وهو شايفه في حاله وبس. وبس كده يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو ده، كان فيديو على السريع، اتمنى يكون عجبكم، يا رب يكون خفيف على قلبكم. المهم يا جماعه تعالوا نختم الفيديو بتاعنا كالعاده بحاجه ننظف بقى مرتنا من القرف اللي احنا شفناه ده، وهو الفيديو ده. الله عز وجل يقول في سوره الانعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يعلم ما نقترفه من الذنوب في ليلنا وفي نهارنا. من أجل ذلك أخي لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من تعصي، إنه الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم: الذنوب جراحات ورب جرح أصاب مقتل، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. بس كده يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، اهم حاجه السبسكرايب بقى عشان عشان خلاص دخلنا 350 الف سبسكرايب، ولو حابب تشوف الفيديو تاني ما تنسوش تعمل لايك وشير للفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.